انا دلوقتي بس اتاكد، زي ما اخويا عبد الوهاب كان ضحيه لنجاح بابا، هو دلوقتي ضحيه لتخطيط كبير من مراته. اتجوزته بس عشان خاطر هو ابن الحاج عبد الغفور البرعي، بعد ما قدرت تجمع كل المعلومات عن نشاط بابا وثروته. مظبوط يا نظيره، انا موافقك على كلامك. حاولت الاول تستغل بابا عن طريق ابنه، ولما ما قدرتش حاولت تستغل الحاج عبد الغفور نفسه بطريق مباشر. ايوه، بس مين ادراك ان هو اتجوزها عشان بيحبها، او لانها اسلمت، او لانها زي ما بيقول بتمثل شخصيه المراه اللي كان بيحلم بيها؟ مش يمكن هو اتجوزها عشان يحقق اطماعه هو كمان؟ اطماع ايه؟ ايه اللي عند روزالين يخلي اخويا يطمع فيه؟ طيب قولي لي يا نظيره، ايه اللي يخلي اخوكي يغامر ويتجوزها؟ ما احنا عندنا بنات كتير جدا على دين وخلق، وعقلياتهم احسن من عقليات بنات كتير جدا في اوروبا وامريكا. عارفه ليه؟ انا اقول لك السبب. علشان يسافر معاها امريكا ويحقق مستقبله هناك بعيد عن شبح والده اللي بيطارده، ويقدر كمان يحصل على الجنسيه الامريكيه بحكم انه متجوزها. عندك حق. في مره كانوا بيتخانقوا مع بعض، وسمعت عبد الوهاب اخويا وهو بيقول لها انه عايز يسافر معاها بره علشان يشارك ابوها في مصنع الجزم بتاعه. صدقتي بقى دلوقتي كلامي يا نظيره؟ انا ما يهمنيش عبد الوهاب عايز ايه، هو حر. انا كل اللي هممني اطماع مراته، الاطماع دي اللي خلتني انا واخواتي مش قادرين نعيش زي بقيه الناس. حتى جوازاتنا مش لاقيين حد يتجوزنا لشخصنا، كلهم عايزين يتجوزوا ولاد الحاج عبد الغفور البرعي عشان فلوسه. طيب يا نظيره، ما انا عرضت عليكي اقتراحي اللي يخلصك من العقده دي وانت رفضتي. طبعا رفضت، وانا مصره على رفضي. لو كنت بتحبني يا حسين لازم تنفذ لي الكلام اللي قلته لك. امال كل اللي انت شايفاه قدامك ده علشان خاطر مين؟ علشان احقق لك اللي انت عايزاه يا نظيره. اما روزالين دي فانا هفضل مفتحه عيني عليها لحد ما اعرف هي ناويه توصل لحد فين. انا كنت فاكره انك انت عارف انه حسين ونزيره بيحبوا بعض. ما انا اعرف منين؟ اوف كورس منها هي. يعني انت عايزه اختي تيجي تقول لي انا بحب صاحبك؟ واي نوت هوبا، فيها اي دي. احنا عندنا في امريكا لما بنت بتحب ولد تروح تقول امها ابوها اخواتها انها بتحب الولد ده. فلقتي لي عندكم دي، احنا مالنا مال عندكم؟ احنا ناس لينا تقاليد غير تقاليدكم وعوائد غير عوائدكم خالص. هو انتوا عندكم هنا ان الحب ده حاجه غلط؟ امال انت اتجوزتني ليه؟ الله عالي يا نظيره، انت وحسين بقى بتستغفلوني؟ هي دي الصداقه يا حسين؟ بطوط! بطوط! يا لهو غاره! بطوط! بطوط يا بطوط! بطوط يا بطوط! يا دماغي يا ماما! قبل الحق، ده انت كان عندك امتحان النهارده، عملتي ايه؟ خلاص مفيش امتحانات، خلصت الامتحانات يا بطوط! يا اختي بالشفا، عقبال كل مره. قبل الحق، اخوك كان عايزك تجري رحيل. خوبة! اقفلي الباب وراك. في بينك وبين حسين حاجة؟ حسين مين؟ مش عارف حسين مين؟ حسين صاحبي. هيكون في ايه يا نظيرة؟ أنا عايزك تكوني صريحة معايا. مين اللي قالك؟ أكيد مراتك. يعني في حاجة؟ أيوة في، أنا وحسين بنحب بعض. بتقوليها كده وكأنك مش غلطانة؟ أنا فعلا مش غلطانة. يعني بتعتبر علاقتك بحسين ده تصرف سليم؟ أيوة سليم، مفيش حاجة بيني وبين حسين غير كل تفاهم واحترام. بلاش بقى الكلام المزوق ده اللي بقى كلهم بيقولوه. أنا ما بزوقش كلامي، هي دي الحقيقة. حدثت هاني، هاني بتعرفي واحد من ورا أهلك؟ كنت هقول لهم بس في الوقت المناسب. وإمتى بقى الوقت المناسب ده؟ لما يشوف غيرك ويسيبك؟ حسين عمره ما هيسيبني، حسين بيحبني. ولما هو بيحبك ما جاش يصارحني ليه؟ ما جاش ليه يطلب من بابا؟ ما أنا رفضت. رفضت تتجوزيه؟ أمال بتعرفيه ليه؟ ارتعي! انت ليه مش عايز تعرفني؟ انت عليك العرب! عبد الوهاب، مفيش داعي للكلام ده. هم اللي عايزين اقول لك ايه يا هاني؟ ها؟ هقول لك ان انت بنت مؤدبه واخلاقك كويسه، وانت عايز تعرفي واحد ومش عايز تتجوزيه؟ طب افهم الموضوع الاول.
الأول. هو لسه فيها موضوع؟ فهميني فهميني يا هانم فهميني. أخوكي كان عايز نظيرة ليه يا بيه؟ معرفش، بس ده شكله كان متضايق قوي. ليه اتخانق مع مراته؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيها، هي دايما معكره دمه كده. يا ماما هم حرين، احنا مالنا؟ يا اختي ده مصيبه وحطت علينا، زح الغمة جعلنا يا رب. اما اروح اشوف في ايه. خلاص يبقى تستني لغايه ما يكون نفسه هو وانت تتخرجي وبعد كده يجي يطلبك. يعني استنى؟ يعني ما تقابلهوش، مفهوم؟ اللي تشوفه. واذا عرفتي بقى انك بتقابليه من ورايا اطمن، مش هقابله. في ايه مال؟ لا ولا حاجه يا ماما. في انت رخرة؟ مش حاجه يا ماما. انت كنت عايز البت دي في ايه؟ انت اتخانقت مع مراتك؟ لا يا ماما ما اتخانقتش. امال في ايه؟ مفيش حاجه يا ماما، مفيش حاجه. انا بس كنت جاي بطمن عليها، بشوفها عامله ايه في الامتحان. عبد الوهاب، عبد الوهاب ويك اب. في حاجة أمينة؟ اصحى عبد الوهاب، عايز أقول لك حاجة مهمة قوي. أنت لسه ما نمتيش؟ أنت مش عندك شغل الصبح؟ نو ما فيش شغل، أنا هسافر بكرة. إيه؟ تسافري؟ تسافري فين؟ هسافر أمريكا. ليه؟ إيه اللي حصل؟ عايز اشوف بابا، عايز اشوف ماما. طب وايه اللي فكرت بيهم دلوقتي؟ عبد الوهاب من حقي ان انا اطمن عليهم، عايز اشوفهم، لازم يعرفوا كمان ان انا اتجوزت. طيب ما تكلميهم في التليفون ولا حتى ابعت لهم جواب؟ لا عبد الوهاب، هما كمان لازم يطمنوا عليا. طيب وهتسافري امتى؟ اول طياره. طيب استني لغايه ما اجهز نفسي. هسافر وحدي. يعني مش عايزاني اسافر معاكي؟ عبد الوهاب سافر امريكا محتاج فلوس كتير، ماني. انت مش معاك فلوس الا اذا اطلب فلوس من مستر حاج عبد الغفور. العربيه وصلت. طب دقيقة واحدة. ماما عم عواد بيقول لك العربية وصلت. وبتقولي لي انا اللي اخد شغلي لاخوك؟ ملوش حق عبد الوهاب يخلي أمينة تسافر لوحدها. يا اختي بركة احسن ما تسحبه معاها. يا دي الشنطة اللي محيراك، اهبدها يا ابني في الأرض تقيلة عليه. لا يا ماما ما هياش تقيلة. عواد عواد. نعم يا ست الحاج. نزل الشنطة دي تحت الله يسيق. حاضر. سعيدة نزيرة. قولي لها أشوف وشك بخير. أوكي أشوف وشك بخير نزيرة. مع السلامة. سلام. أشوف وشك بخير سنية. مع السلامة يا حبيبتي. سلام. أشوف وشك بخير ماما حجة. أشوف وشك وشك بوشك. مع السلامة يا أختي والقلب دعيلك. سلام. 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 ده لسه متجوزاه ومطلعاه بالشنطه، لحقت منزلاه بالشنطه تانيه ومسافره. منك لله يا بعيده. حرام عليك يا ماما، حرمت عليها عشتها زي مجريه ابني وراها كده زي الفرخه الدايخه.
قول لي يا ابني. ربنا يسهلك يا مولانا. يسهل لك يا سيدي، ربنا يسهلها لنا كلنا. فين عبد الغفور؟ عبد الغفور السلام عليكم مولانا. يا ألف خطوة عزيزة، ده أنا حصلت لي البركة. اتفضل اتفضل استريح. يا سلام يا سلام، ده أنا النهاردة اتفتحت لي طاقة القدر. ازيك يا عبد الغفور؟ ألف حمد وألف شكر، أنا ماشي ببركات دعواتك يا مولانا. ربنا هو العاطي الوهاب يا عبد الغفور. تحب تشرب إيه؟ لا بس شوية مية يا ابني قبل لي ريس. مية إيه يا مولانا؟ أؤمر، تمر هندي، عناب، كازوزة، أي حاجة. لا معلش كفاية شكرا. طيب كوبايه ميه بسرعه يا سيد، من عنايه يا حاج. بقول ايه يا مولانا؟ طب ايه رايك في اكله فتت كوارع؟ الاماره اللي بعتني بيها للحاج ابراهيم سردينه الف رحمه ونور عليه. الله يرحمه ويحسن اليه، كل وقت وله اذان يا عبد الغفور. انت ما تتصورش انت وحشني قد ايه يا مولانا. انا جاي اودعك قبل ما اسافر. على فين العزم ان شاء الله؟ ربنا وحده هو اللي يعلم. المايه يا مولانا. اتفضل. جزاك الله كل خير يا بني. هيص يا عم سيد، قلت لك بركه من مولانا اهو. ربنا يجعلنا من بركاته يا رب. الحمد لله رب العالمين. هنينا مولانا. لك والله. ادعي لي يا مولانا، انا محتاج لك. وانا يا ابني ايش هو؟ ربك هو الغفور الرحيم. تفتكر انا عملت حاجه غلط في حياتي؟ اسمع يا ابو الغفور، من زرع يحصد، وما حدش فينا ما غلطش. انا عمري ما ازيد بني ادم، وماشي بما يرضي الله. لكن الواد عبد الوهاب ابني مش عارف ليه طالع خايب كده. تفتكر انا السبب؟ تفتكر يعني قصدي انا اللي غلطان معاه، ولا هو اللي غلطان في حق نفسه؟ نورني يا مولانا، مين السبب؟ اسمع يا ابني، هي خطاوي ربنا كاتبها عليه ولازم يمشيها. ونعمة بالله، بس لحد امتى يا مولانا؟ لحد امتى؟ لحد ما يريد ربنا. ادعي له يا مولانا. اللهم نور له طريقه واجعل في وجهه القبول يا رب. يا رب يا رب. ويا ريت تدعي كمان للبنت سنية، بنتي حالها يصعب على الكافر، كل ما بشوفها قدام عيني قلبي بيتقطع. احمد ربنا يا عبد الغفور الذي لا يحمد على مكروه سواه. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. أستودعك الله. بسرعة كده، أنا ما لحقتش أشبع منك، أنا لما بشوفك قلبي بيتشرح. خلي بالك من الغلابة يا عبد الغفور. أنا ما بقصرش معاهم يا مولانا. أعطيهم كمان، زودهم، أعطيهم مما أعطاك الله. حاضر. سلام عليكم. طيب مولانا تحب أوصلك أي مكان أنت عايز تروحه؟ سلام عليكم. طب بس يعني اغفر لي، مش محتاج أي حاجة؟ ربك هو العاطي الوهاب يا عبد الغفور. مع السلامة. نورت نورت الوكالة كلها، مع ألف ألف سلامة. سيد يا سيد. نعمين يا حاج. شوف يا سيد. ايوه يا حاج. من هنا ورايح اول كل شهر تتبع عجلين مش عجل واحد. ربنا يزيدك من نعيم يا حاج. ايه يا ماما، ما بدل ما كان دبح عجلين كان كفايه عجل واحد، واحنا استفدنا بتمن العجل التاني. اعمل ايه بس؟ ما هو من قرفي بقى بصراحه، مش عارفين نعيش. بقول لك يا ماما، ما بينك وبيني وكده، بين بابا يعني، تكلميه يزود المهيه الخضير. طنط فتحيه؟ لا مش موجوده، ما جاتش بقالها يومين ابدا، باين عليها مقموصه علشان ما ادتلهاش هديه من اللي جاتلي. هو انا جاي لي قد ايه بس يا ماما؟ ده هما يا حسره، اربع سلاسل وخمسه ما شاء الله، وتسع خواتم وثلاث مصاحف. على العموم بقى هي حرة، مع اني صدقيني مش مخليها محتاجة حاجة ابدا. القصد
هي بهيرة تليفونها عطلان ولا ايه؟ ابدا، بكلمها بقالي يومين جرس محدش بيرد. ازاي يا بت ما قلتلكيش؟ لا، سافرت هي وابراهيم امبارح. راح ابصر الحته، البت الحته الجديده دي اللي في اسكندريه، مش عارفه ابصر اسمها ايه. قالوا لي يا لهوي على نفوخي، مراقيه. راحوا مراقيه. ما هو عنده هناك ابراهيم شاليه، راحوا يفرشوه. يلا عقبالك يا حبيبتي. عقبالي منين يا حسره؟ مش لما نعرف نعيش الاول؟ وكمان شغاله سريلانكيه؟ طبعا، ما هو جوزها محتار يودي الفلوس فين. ما هو بابا بيقول ان المصنع بتاع جوزها بيصفي له اكتر من 1,000,000 جنيه. مش انا اللي رمتوني الجوازه المنيله دي؟ طبعا ليك حق الدفعي، مش ابن اخوكي. القصد بقى ما تنسيش تكلمي بابا يزود لخضور المهاية. عبد الغفور نايم جوه. مش عارفه يا ماما بصراحه انا عايزه ايه. على العموم ابعتي لي 4 جواز فراخ، على 3 فرد ارانب، على 4 جواز حمام. عندك رومي؟ ابعتي لي ديك، ولا اقول لك خليهم ديكين. معلش يا ماما، اصل مش لاقي حد ابعته والتلاجة فاضيه. ربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. مع الف سلامه يا حبيبتي. وكمان شريف مراقيه، مفيش اخبار عن امينه، بقالها اسبوعين مسافره بره، لا حس ولا خبر. يا اخويا افتكر لنا حاجه عدله، قال لي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. انا بقى عندي الخبر العدل اللي هيسعدك بجد. خير؟ لا، خير ان شاء الله. النهارده جالي عريس لسانيه. يا راجل بجد؟ ايه يا ماما؟ ده بابا بيهزر. مش شايفاه بيضحك ازاي؟ يا بنت انا بهزر في الحاجات دي؟ طب خلاص مش هكمل كلام. لا اخص عليك يا عبد، لا وربنا ده نعيه في حاجه زي دي. قول لي بقى حكايه العريس ده ايه؟ العريس يا ستي يبقى ابن الحاج بدوي. يا لهوي، ده الراجل ده امير اموريه. عداك العيب، ابنه بقى اطيب منه كمان. بيشتغل ايه يا بابا؟ هو مدرس بقاله مده شغال في السعوديه. تلاقيه كبير وقطر الجواز فاته. لا هو تقريبا في سن اخوكي عبد الوهاب بالكتير، يعني اكبر منه بسنه واحده. يعني حلو كده واسم الله، شاب كده وحلو. حلو ايه يا ماما؟ هو احنا لسه شفناه؟ يا فاطمه يا بنتي، الراجل ما يعبوش غير جيبه. يبقى لازم وحش. هو ايه وحش وحلو دي؟ الراجل راجل. وبعدين استنى اما تشوفيه وتقعدي معاه. من امتى انا بجوز بناتي غصب؟ بقول لك ايه؟ طب ما احنا نعزمهم على العشاء، وهي البت بردك تشوفوا يعني يقعدوا مع بعضيهم وكده. لا 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 لا، لا نعزمهم ولا يحزنون. انا لسه ما اديتش ابوه كلمه. انا اتفقت مع خضير، اصله صاحبه قوي. اتفقت يعزمه عنده على الغدا في البيت. يومها سنية تروح من غير ما يعرف هي مين. هي بقى تشوف وتفكر وتقرر، وهي حرة، رأيها هو اللي هيمشي. طب والله فكرة حلوة برضك، بس لازم ترد علينا بسرعة، الواد مستعجل عايز يسافر. هي هتسافر معاه؟ جري يا فاطمة، عايزها تسافر ويسيب مراته؟ انت رأيك ايه؟ مش لما اشوفه الأول؟ تشوفيه؟ انت عايزة تسافري وتسيبيني يا بنت؟ جري يا فاطمة، انت شفتيها وقفت خلاص؟ حاجة غريبة والله. وبعدين فيها ايه يعني الست اما تسافر مع جوزها؟ ما هو ابننا الوحداني قاعد في الغربة 3 سنين. يا فاطمة سيبيها تشوف مستقبلها. يعني احنا مش دايمين لهم. عجباكي قعدتها جنبك كده؟ سيبيها تشوف حياتها. لا يا اختي، ما تقعديش جنبي يا اختي ابدا، اسم الله عليكي. لا خلاص بقى اللي تشوف. مش انا اللي اشوف، هي اللي تشوف. امال فين البنت نظيرة؟ مش سامع لها حس يعني. اسكت، مش نجحت. ايه ده؟ ومخبيين عليا من ساعة ما جيت. ألف حمد وألف شكر ليك يا رب. امال هي فين؟ قاعدة في أوضتها يا بابا. لازم مكسوفة وخايفة توريني وشها. مكسوفة؟ دي بتتكسف فيها إلا لسان. لا أنا قصدي أجوز ما جابتش النمر اللي وعدتني بيها عشان تلهف ال 5000 جنيه. لا يا بابا، دي نجحت بتفوق. أنا هروح عند أهلها. بسرعة. حاضر. بقول لك ايه، العريس ده يعني حلو كده ويشرح. من ناحيه انا شايفه مناسب جدا، بس المهم راي بنتك.
الا هي ثانيه ربنا يهديكي واشوفك متستته تاني ببيت العدل قادر يا كريم. عارفه يا فاطمه لو الحكايه دي تمت هخلي خضير يذبح ثلاث رجول. طب بمناسبه خضير بقى انا عايزاك تزود ماهيته شويه. هو كلمك؟ هو اتكلم خالص والله بينطق. هيكلمني في ايه؟ وبيكلم في حاجات زي دي خضير؟ طب مالك انت مال الموضوع ده؟ الله بنتك نوفا بتشتكي المصاريف تقيله عليها لغايتين. شوف يا فاطمه هو خضير جوز بنتنا لكن في نفس الوقت بيشتغل عندي وانا بديله حقه وزياده مش هكررها لك تاني. انا ما بظلمش حد. نعم يا بابا. تعالي يا بنت اقعدي. مش عايزه تقولي لي انك نجحتي؟ ايه مالك؟ ماليش يا بابا. خدتي المجانيه؟ ايوه طبعا بقى. عايزه تلهف الخمس بواكي. لا اللي تشوفه حضرتك. شوف البيت بتقولي اللي اشوفه ايه. انا بكره اخلي خضير يفتح لك بيهم حساب في البنك. متشكره قوي يا بابا. ما بقاش فاضي الا انت. قصدي حضرتك ايه؟ لا يا بنتي مش قصدي حاجه. يا فاطمه ما تحضري لنا العشاء بقى. الف مبروك. يلا يا اخت اغسلي لك طبقين ينفعوكي بلا تعليم بلا بتاع. عبد الوهاب مش اختك جالها عريس؟ نظيرة؟ هو انت مفيش دماغك الا نظيرة ثانية. مبروك. مش تعرف هو مين ده؟ ابن الحاج بدوي. مين الحاج بدوي ده؟ اصل انت ما تعرفوش. الحاج بدوي ده تاجر كبير قوي في الوكالة. ماما امينة اتأخرت قوي. انت رأيك ايه بقى؟ ماما بقول لك امينة اتأخرت قوي. وهي قالت لك راجعة امتى وش القلق؟ قالت لي كلها اسبوعين. انت حتى ما اتصلتش. بقولك انت رايك كيف عريس اختك؟ معرفوش معرفوش يا ماما. ومالك زعلان عليها قوي كده؟ هي مين؟ مراتك. انا قلقان بس. برضو بقى خد اختك وروح عند نوفا. ليه؟ هي نوفا شغاله خطبه اليومين دول؟ ثم انا اروح بصفتي ايه؟ هو انا اللي هتجوز؟ لا 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 يا عبد الوهاب انت مش عاجبني خالص اليومين دول. لهفتك دي يا ابني وحش عيب حتى. خليك راسي كده في نفسيتك. يا ماما مش مراتي يا اخويا. واحنا كنا قلنا انها مرات الجيران. قال لي دخل بين البصل وقشرتها. انا عايزاكي المره دي تكوني موضوعيه في اختيارك. يعني ايه موضوعيه؟ يعني لازم انت اللي تسيطري على عواطفك. ما تخليهاش ابدا هي اللي تسيطر عليكي. هو انا بقى عندي عواطف؟ خلاص الكل بقى يتساوى عندي. ليه التشاؤم ده كله؟ هو يعني كان ايه اللي حصل؟ التجربه اللي انت مريتي بيها ممكن اي واحده تمر بيها. اصل انت ما حسيتيش باللي انا حسيت بيه. اللي انت بتقولي عليها تجربه وعدت هدت كل حاجه حلوه جوايا. اللي تعبني زياده ان نبيل بعد شهرين من طلاقنا شهرين اتنين راح اتجوز. واتجوز مين؟ واحدة قد امه. عشان تعرفي ان هو ما كانش يستاهلك. يا ريتني ما عرفته. انت لسه بتحبيه؟ انت اكيد اتجننتي. غصب عني. مش بايدي يا نظيرة مش بايدي. طب والعريس اللي انت هتقابليه؟ ايه اللي رجعك؟ خلاص يا حاج قعدنا شويه واتغدينا وبعدين منع نازل فنزلت معاه. وسنية قعدت معاه؟ ايوه حاج قعدت معاه واتكلموا كمان. وايه رايها؟ موافقه يا حاج. على بركه الله. وهي سنية فين دلوقتي؟ روحت؟ لا يا حاج قاعده مع نفيسه. لكن هو عرف ان سنية هي العروسه؟ لا يا حاج انا قلت له ان دي صاحبه نفيسه. عظيم. طب
بعد كده ما فتحش معاك موضوع العروسه؟ ايه؟ لا يا حاج، دي ثانيه كانت عاجباه قوي لدرجه ان كان عاوز يرجع في كلامه. الحمد لله. الو، ايوه ايوه نفيسه، انا ابوك يا بنت، اديني ثانيه. الو، ايوه ثانيه، ايه عملت ايه؟ لا اله الا الله يا بنت، ما تتكسفيش، يعني موافقه؟ خلاص على خيره الله، ايه هتقعدي عند اختك ولا هتروحي؟ على العموم على راحتك، خليكي عندها وانا ابقى فوت اخدك وانا مروح. مع السلامه. يا ما انت كريم يا رب. الو، يا حاج بدوي، انا عبد الغفور، تعال انا عايزك. خير خير ان شاء الله، انا مستنيك. الحمد لله على السلامه يا ست الدكتوره. ازيك اوقات؟ تمام الحمد لله. دي الجماعه لسه ماشيين من شويه. امشي روح فين اوقات؟ راح يوصلوا ست سنيه للمطار. سنيه سافر فين اوقات؟ اصلها اتجوزت وهسافر مع جوزها. اتفضل يا ست هاني. ألف ألف مبروك مستر حجل، عشان سنية، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أمينة يا بنتي. إيه طمنيني، إيه الأخبار عندكم في أمريكا؟ الحمد لله كله تمام، كله كويس، نايس. مستر حاج عبد الغفور، أنا رجعت من أمريكا ومعايا مشروع كبير قوي علشانك. وماله؟ خير؟ أنا فكرت كتير، ليه انت كنتش موافق انه اشتغل معاك اذا عبد الوهاب مش اشتغل؟ لقيت انه كلامك مزبوط 100%. عال 100%، يبقى احنا مش مختلفين. لما لقيتي بابا بقى كلامه مزبوط 100%، لازمة المشروع ايه اللي انت جايباه؟ بليز نزيرة ويت. يا نزيرة يا بنت استني لما تشوف هي عايزة ايه. كملي يا امينة يا بنتي. انا فكرت لازم يكون في حاجة جديد، شيء جديد، موضوع نيو يمشي مع حضرتك، رجل أعمال كبير فيموس. I admire بنجاحك مستر هاتش. معجبة بنجاحك. الله يخليكي يا بنتي. كملي يا أمين. أنا فكرت في مشروع كبير، مشروع ضخم، بس مش بصفتي انا اشتغل عندك. نو no. ده مشروع مخصوص خاص بيا انا، ان شاء الله ان فيوتشر ابقى اشتغل فيه انا وعبد الوهاب. ما تقصري يا امينه، هاتي من الاخر، قول المضمون يا بنتي، ما تديها فرصه. كملي يا امينه. انا اكتشفت ان الحكومه المصريه بتسمح للقطاع الخاص انه اشتغل بقروض اجنبيه لحسابه بس، وفي الحاله دي الحكومه بتعمل تسهيلات كتير، وكمان بتعمل فتره سماح، فتره من 5 أو 10 سنة بلس كمان مستر حاج. زائد هتكمل بلس كمان ان الفوائد اللي عليها بتكون فوائد بسيطه خالص. سالت نفسي قلت ليه مستر حاج عبد الغفور مش اعمل كارد كبير واعمل من الكارد ده مصنع كبير؟ بس يا ترى ايه هي الشروط؟ الشروط دي سهله قوي مستر حاج. زي مثلا انت تاخد كارد امريكي، في الحاله دي يبقى لازم تاخد حاجات من امريكا، الاستيراد يكون من داخل امريكا، وعشان كده مستر حاج مخصوص انا سافرت. يعني انت ما سافرتيش تسلمي على ابوك وامك زي ما قلتي بقى؟ يعني نزيرة، انا سافرت مخصوص عشان اكمل دراسة مشروع. عملت دراسة كبيرة مستر حاج، ولقيت انه ممكن نستورد من امريكا مكان جديد. كمان مستر حاج ممكن نجيب كتل حديد وبعدين نعمل تصنيع هنا. وكمان مستر حاج ممكن تاخد كارد كبير سي 20 مليون دولار، وانا متأكدة انك هتوافق على المشروع ده
عشان انت بزنس مان كبير، رجل اعمال يعني. ما انا رجل اعمال. بس الحاج انا عملت دراسة كاملة كتبتها، هتكون تحت امرك في الوقت انت عايز. انت مدهشة يا امينة، انت ست هايلة يا امينة. انا كنت اتمنى بنت من بناتي، لا ده انا كنت اتمنى ابني ذات نفسه يبقى نبيه وحرك زي كده. نايس مستر هاج، ايه رايك في الموضوع؟ وانت هتستفيدي ايه من ده كله يا امينه؟ اوف كورس نظيره، لازم استفيد. هاخد كوميشن كبير بالمكسب ده، اشتغل بعد كده انا وعبد الوهاب. قلت ايه مستر هاج، موافق؟ حقيقي يا أمينة ده مشروع عظيم ومضمون، لكن يا خسارة. خسارة ليه حاج عبد الغفور؟ جيتي متأخرة، ده من كام شهر بس جاني محفوظ سردينة أبو كلش ده. أنت ما تعرفهوش، محفوظ سردينة ده يبقى حما بهيرة بنتي، جا بقى عرض عليا مشروع زي اللي انت حكيتهولي دلوقتي. بس احنا بقى مش هنستلف من أمريكا، لا احنا هنستلف من اليابان، والحمد لله المشروع قرب يتنفذ. بس هاج عبد الغفور، انا مش يعرف انك بتعمل مشروع زي ده. ما هو يا بنتي اللي كنت اعرفه انا برضو انك رايحه تزوري اهلك في امريكا، وكمان ما سالتنيش قبل ما تعملي مشروعك. بس ازاي عبد الوهاب مش يقول لي انك بتعمل مشروع زي ده؟ وهو عبد الوهاب ابني بيعرف حاجه خالص؟ يعني مستر حاج انت مش عايز المشروع بتاعي؟ هعمل بيه ايه؟ ما انا سبقتك. يعني مفيش امل؟ شوف يا بنتي كل شيء اسمه ونصيب، وبعدين ممكن تعرضي المشروع ده على حد غيري. اوكي اكسكيوز مي. مش هتعشي معانا يا بنتي؟ نو ثانك يو حاج. برافو يا بابا. بس ان جيتي للحق البيت دي مخها نضيف قوي. ايه يا مين؟ هل في ايه؟ بتعيطي ليه؟ صباح الخير يا بطوط. يسعد صباحك يا عين بطوط. اسكتي، مش البت باهره اختك عايزه انا اروح ابصر؟ مش عارفه ايه اللي فيها الشاليه. اسمها مرقي. هي مرقي. انت شفتي باهره فين؟ لا ده هي كلمتني في التليفون من شويه. طب ما تروحي بدل ما انت قاعده كده. واسيبكم لمين يا اختي؟ وابوك اسيبه لمين؟ خدي معاك يا بطوط. هو يرضى؟ ده الشغل عينه وقع بطوط. يا ريت. صحيح، ده بابا عمره ما خد يوم اجازه. عمره من يوم ما اتجوزنا لغايه النهارده. اقول له خد لك يوم راحه استريح، ريح بدنك ده شويه، يقول لي ده انا لو قعدت في البيت اعيط. بعد الشر. يعني مش هتروحي مع بهير؟ ما انا قلت لك بقى اللي فيها اهو. اطلع من دول يا بطوط، تلاقيك مش عايز تروح عشان الحاج. ايوه يا عم، ايوه ده انا دبت في دباديب ودباديب. يا بنت بطل. صراحه هكدب، بموت في دباديب. يا سلام، ده انا لفيت الدنيا كلها ما لقاش ضفره. لا بس للامانه هو كمان بيحبك قوي يا بطوط. مش عشره على الحلوه والمره؟ ده انا عمري ما اشتكيت منه. لكن ليا اخت كنت بروح اقول لها قال لي، ولا ام اقول لها عدلي. رخر عمره ما بخل عليا بحاجه، ده مره بس اتزنق كده وقال لي عايز غواشاتك دي كده، قلعتهم له وانا ساكته، ما قلتلوش حتى عايزهم ليه. في يومها كان عندي اللي احسن منه. ده لازم زمان قوي يا بطوط. قبل ما نشوفكوا يا حبيبتي. امال ليه مش لازم اقف جنب جوزي؟ طبعا جدع يا بطوط، طول عمرك جدع يا بطوط. معزلة على فين كده؟ مالك مالك يا أمينة؟ ما بتردش ليه دي؟ مش عارفة هي اتخانقت مع هوبة؟ اتخانقت؟ ده لسه راجعة امبارح. لحقت؟ يا ربنا نكد عليك يا بعيدة زي ما انت منكدة على ابني ليل نهار. تعالى يا بنت ما نشوف ليه. تعالى. ايه يا عبد الوهاب؟ ايه اللي حصل؟ مراتك لما حاجتها كده وراحت على فين؟ راحت عند الدكتوره خيريه. راحت عند الدكتوره خيريه كده بشنطه هدومها الكبيره؟
هي ناويه تقعد هناك على طول مش هترجع؟ مش عارف. يعني ايه ما انتش عارف؟ عايزه تطلق. طب ايه السبب؟ مش عارف. طب انت قلت لها ايه؟ قلت لها اديني مهله افكر. وليه يا ابني مهله ليه بس؟ ما تسيب كل حي على راحته كده. انتوا بقى اتخانقتوا سوا ولا ايه؟ ابدا. انا عارفه السبب. خديه. صباح الخير. صباح الخير يا نظيره. ما تعرفش بقى فين الحاج؟ في المصنع. طب ممكن توصف لي المصنع ده فين؟ ليه في حاجه؟ عايزاه في حاجه خاصه. قولي لي بس انت عايزاه. عايزاه في حاجه خاصه. نظيره خير يا بنتي؟ ايه اللي جالك؟ طمن يا بابا مفيش حاجه. انا بس كنت عايزه اتكلم معاك في موضوع كده. طيب يا بنتي كنت استنيتي لما ارجع البيت. اصل موضوع مستعجل قوي. خير؟ سيبت ركبي. اخويا عبد الوهاب. ماله عبد الوهاب؟ مفيش حاجه يا بابا، هو بس في ازمه ولازم ننقذه. اخوك طول عمره في ازمات. ايه يا ستي اخر ازمه؟ مراته طالبه الطلاق وهو حالته وحشه قوي. ما يطلقها ولا ما يطلقهاش، انا مالي؟ هو انا اللي كنت جوزتها له؟ حضرتك عارف يا بابا هي عايزه تتطلق ليه؟ وانا اعرف منين؟ انا ايش دراني بداخلياتهم؟ الموضوع ملوش دعوه بداخلياتهم يا بابا، الموضوع له دعوه بحضرتك. انا؟ ازاي الكلام ده؟ ايوه يا بابا، لان حضرتك ما اديتلهاش فرصه انها تشتغل معاك، وانا واثقه ومتاكده لو حضرتك رديت انها تشتغل هنا هتتراجع عن طلب الطلاق. انا لا يمكن اطمن اديها اي شغلانه هنا. اها. مع انك كنت بتعملها كويس قوي، وكمان كنت بتقول عليها مخها كبير. يا بنتي مش كل حاجه تعجب الواحد يامن لها. مش هما بيحطوا السم في العسل عشان الواحد ياكله وهو مش واخد باله؟ طب بابا عشان خاطري يا بابا، انت لو شفت اخويا عبد الوهاب هيصعب عليك. انا خلاص زهقت، تعبت منه. انا متاكده ان الجوازه دي مش هتستمر، بس يعني لو حضرتك رديت توظف روزالين هنا عندك. ايه هي رجعت لاسمها الاولاني؟ لا، بس انا بقى طول عمري مقتنعه ان اسمها روزالين مش امينه. براوه عليكي، انت يا بنت طالعه لابوكي بتفهميها وهي طايره. انا بقول يعني يا بابا لو حضرتك شفت لها اي وظيفه هنا هتقدر تمد في عمر الجوازه شويه، وبعد كده يحصل الطلاق، حتى ساعتها عبد الوهاب ما تبقاش حالته النفسيه وحشه. شوفي يا نظيره يا بنتي، انت ما بقيتيش صغيره، وانا عايز اقول لك ايه هو الجواز. الجواز يا بنتي عباره عن راجل وست، كل واحد فيهم يقدر يدي التاني اللي هو عايزه. انا لما جوزت والدتك كنت عايز منها انها تفتح لي بيت، تعمل لي لقمتي، تغسل لي هدمتي، وتجيب لي عيال باذن الله وتربيهم كويس. وهي ما كانتش عايزه غير الستر والامان والبيت وتربي الولاد. كنا واضحين مع بعض، عشان كده ربنا وفقنا. انما اخوك عبد الوهاب ومراته ما قدرش حد منهم يدي التاني اللي هو عايزه. البنت الخواجه الامريكانيه دي لما اتجوزته كانت فاكره انها هتقدر تستفيد من ورا ابوه اللي هو انا، تستغفلني يعني. وهو لما اتجوزها كان عايز يشز عن اهله، كان فاكر انها تقدر تاخده معاها بره وهناك تفتح له سكه، يفشل ينجح مش مهم، محدش دريان بيه. شفت يا بنتي؟ الاتنين ما كانوش واضحين مع بعض. مظبوط، هو ده تحليل الجوازه دي. امال انت فاكره ايه؟ انا يا بنتي الحياه علمتني كتير، وياما شفت اشكال والوان، عشان كده يا ريت الجوازه دي تنتهي، ويا ريت الطلاق يكون النهارده قبل بكره.